بلا شك أن المتسولين بالأطفال كيلتجؤوا لواحد الأشكال، لواحد الأنواع، وواحد الحيل باش كيتسولوا. مثلا كاين استغلال الدين، مثلا كيحفظ الطفل آيات من القرآن أو بعض الأدعية، وذلك باش يحصل على العطف ديال الناس ويحصل بالتالي على الأموال. كاين عود إظهار المرض، مثلا طفل ربما يكون فعلا مريض، ولكن كاين الأغلبية اللي هي كيدوروا عليهم الفاصمة وهذا، وكيتظاهروا على أنهم يعني مرضى وعندهم شي حالة مزرية من المرض. وكاين عود الأطفال اللي كيتباعوا يتشراو، ربما كاين اللي كيتصفطوا عبر يعني الدول. إذن كاين مجموعة ديال الحيل اللي كيتم فيها استغلال الأطفال. بالفعل أخ مصطفى، الظاهرة هذه تكاثرت بزاف بزاف، ولكن خصنا نرجعوا لواحد القضية عاوتاني. هي في سياق، في نفس السياق، وهما دوك الناس اللي كانوا شحال هذه كتزاد عنده بنيته ولا شي حاجة ولا الوليدات صغار، وكانت يدفعهم خادمات في البيوت. البنت عندها 6 سنين 7 سنين كتجبرها مسكينة كتمشي عند شي عائلة لاباس عليهم ميسورين، ولكن كيتعاملوا معها معاملة سيئة. أولا كي كتدخل مسكينة، هذه لاحظتها أنايا وشتها، كانت كتدخل تيقرعوا لها بعدها الأول، كيقرعوا لها شعرها وتيخليوها مسكينة اللباس ما عندهاش، كتبقى كتقيل نهار وما طال، وهي كتسخر هما جالسين في الدار هما كيلاخر. علاش؟ باش يعطيوها واحد جدريال في الشهر ولا ما كاملها شيء، باش الوالدين باش يسكتوا. واليوم الحمد لله هاد الاطفال هادو دابا ما بقاتش الحمد لله. حنا كنا كنشوف هنايا من ولا عندنا هاد القانون هذا ديال سميتو، ولاو دابا الاطفال متخلى عليه عنهم، من كيكبروا كيطلعوا للتكوين او كيستافدوا بشي صنعه او شي حاجه، ومن تيكبروا بعدا تيوليو خدامين. ما بقاوش هاد الظاهره كتكثر بزاف عندنا هنا في باس، راه قلت بالجهود ديال السلطات، لانه حنا في الخدمه ديالنا كان تيقولوا لنا شكون هما الناس اللي كيسعوا عندكم او مثلا بحال هادي، وكنا كنضرب في الحومه، فاذا به كنتفاجئ كنجبر القليل القليل، لان الكثير كانوا كيديو وليداتهم للصنعه. انا سنقولها وتنكررها، الاطفال الصغار اللي ما كانوش والديهم كيتوفروا على شي مدخول قار كانوا مساكن، كيلجؤوا وليداتهم يدفعوهم للصنعه باش كيتعلموا الصنيعه وكيعيشوا بالعيش الكريم. المهم بعدا الحمد لله مستورين. اما هاد القضيه ديال السعيه، انا بعدا كعاون سلطه كنت كنشوفها قليله قليله جدا في هاد الاحياء عندنا هنايا ديال الجنان الحريشي ولا القصابات، ولا ما بقاتش تقريبا، لان كانت عندنا واحد الدايره شحال هادي، حنا كنا صغار وكيعرفها رشيد الشريف ويعرفوها ولاد الحومه القدام، وهي الدائره ديال التسول اللي كانت عندنا في جنان الحريشي بكثره، اللي كانوا كيجيو جول ديال الناس ديالها كانوا كيجيو من القصابات، قصبه البلغيتي وقصبه، ماشي قصبه البلغيتي، قصبه الزاويه وقصبه النوايل، امام الضريح ديال سيدي بوبكر ديال سيدي مبارك عفوا. تما كانوا كيمشيو، اللي كانوا كيسعاو وكيدوروا كانوا تما كيتباع، كيلا عطاوهم الناس شي حوايج تما كيتباعوا، عطاوهم شي ماكله تما كتباع. انا صغير كنت كنمشي نبيع النخاله تما، كتعطيني امي النخاله نديها نبيعها، وتنجبر الناس حاطين الحمى مع القناريه، البطاطا مع طرف ديال الدجاج، هذاك الماكله كانوا كيسعوها اللي غادي يمشي ياكلوها، كانوا كيديوها يبيعوها تمايا. ولهذا دابا الحمد لله والشكر لله في هذا العصر ديالنا حنا دابا اللي كنعيشوه، راه داك الشيء ما بقاش شايب، يمكن لما نقول كاع تحيد، لان كل شيء دابا القليل القليل لما نقول كاع تحيد في خطره. ايوا وتبارك الله عليكم وللحديث بقيه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، معكم اخي الفردوسي. اخي ادريس نقطعك واحد شويه، هذيك اللي تدير داك الشيء في الاطفال الصغار ما مربياش، وكتمربيها تحسب داك البنت بحال بنتها. صديق ديالي في سويسرا ولاد بن دباب، امو مسكينه مريضه والله الا داير لها جوج خدامه، سمع خدامه 20 عام هي خدامه معاها، لحقاش امو سكنت بن دباب، سكنت مع العائلات بن دباب، الجوره تاع بن دباب، ناس طيبين شلاشي. مسكينه ملي كبرات ولدها دار لها مرق 20 عام هي معاها خدامه، بنتها تبارك الله طبيبه انت هذاك الخدامه، قالت لهم امي بارك عليك، دات امها وجابوا وحده صغيره من العروبيه، بقى
تقريبا في عمرها 18 عام كما قلتي، تيعطيها تبارك الله 2000 درهم في الشهر لحد الان 2000 درهم، ولبسها مزيان ودير لها شريت لها انا التليفون، انا عيطت لمسويسرا شريت لها التليفون انا تقريبا طاح ب 1500 درهم في الواتساب فيه كل شيء مهلي فيها اللي ولد الناس راه ولد الناس يتهلا بنات الناس. هذيك مسكينه متعلمه كما قلتي ما لقاتش العيش ديالها، ما لقاتش مسكينه المصدر ديالها المعيشه، ولكن جات عند الناس ناس طيبين تيتهلاو فيها. وداك المراه رجعات ما بغاتش تبقى مع بنتها، ما عرفش ما عرفش لقات مع بنتها شي حاجه ورجعت لذاك المراه. دابا جوج متعلمات، حدا تعطي 2000 درهم، 2000 درهم 4000 درهم. شوف الناس اللي ودها عائله او عاش بن دباب، الحمد لله بن دباب جو حريجي، ناس فضلاء كانوا ناس اطيب خلق الله، وخا تجي متعلمه وخا تجي هادي تتعامل بحال بنته بحال اختو، والناس طيبين راه موجودين الحمد لله في المغرب. شوف السي خالد، هل فاس كاملين برمتين كانوا كيديروا الخدامات عندهم في الدار، وكانوا كيجيبوهم الجبال ويجيبوهم هادي ويجيبوهم ويعلموهم الصنعة في الدار. انا كنعترف للفاس بحقوق الطفل، فهاد الشيء هذا رغم ان كان المغرب مو عاد خرج من الاستعمار، وكانوا حتى في ايام الاستعمار كانوا الفاس طبقه برجوازيه، وكانت عندهم الرياضات في المدينه، وكانت عندهم الديور، وكانت عندهم الجاه باش يجيبوا الخدامات وجوج وثلاثه. كانوا كيجيبوهم يا اما داك العبيد يا اما كيجيبوهم الجبل، وكانت هذوك اللي كيجيبوهم الجبل تقريبا كاملين كانوا كيعلمهم الصناعات، يعلمهم التضريط، كيعلمهم الخياطه، كيعلمهم الطرز الرباطي، وكانوا كيجوجوهم وما كانوش كيطلقوهم في الزنقه ولا هادي ولا هادي. هذه الحاجه اللي تحياتي لذاك هذا اللي واخا انا ضد تشغيل الاطفال وضد استغلال الطبقه البرجوازيه الطبقه الفقيره، وضد الاباء اللي تيرخيو كبادهم الناس يديروا فيهم ما بغاو، ولكن في هذه انا حاضره على 3-4-5-6 العائلات اللي كنعرفهم قراب ليلي، وجوجوهم وداروا وليداتهم وكتبوا لهم الديور وورثوا فيهم. كاين اللي كتبوا لهم وورثوا فيهم، هادو كاين عائلات ولاد الناس، ولكن ما خفيا كان اعظم كاينين الناس عاوتاني اللي هما ضد هاد الشيء هذا اللي تتحقروا على 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 هاد الاطفال، ويتحقروا على الناس الضعاف، ويستغلوا وليدات الناس المجموعه ديال الاعمال الشيطانيه. وللحديث بقيه ويزك بخير الاستاذه بهذا الشيء اللي بغيت نوصل له. الموضوع انا الحمد لله مازال كاين الناس خير كما قلتي فاسة، الله يزك بخير على هاد الاضاحه. وهادشي اللي بغينا حنا نقولوا، الا جينا نعيبوا يا انا نقولوا كل شيء ممزي. لا كاين الحمد لله الصالح وكاين الطالح. وشكرا اخي تيباتيها، وشكرا اخي تريز، اخي مزواق مصطفى، كاين الله يجزيكم بخير. الاخ الفردوسي خالد كنشكرك، وهادشي اللي قلتيه كله كاين، ولكن انا كنهضر لك على ستينات ماشي ديال دابا. اما دابا انا نقول لك الخادمات راهم ولاو بكارت فيزيت ديالهم وبتلقيح ديالهم وبالبلايك ديالهم وبكل شيء ديالهم. اما دابا ولاو هادشي دابا اللي دايرين لهم. اما تنهضر لك انا على الستينات، كان الراجل كيدخل في الكار وكيجي معاه 4-3 د البنيتات، جوج بنيتات صغار كيفرقوا مع الديور هنا كيمشي بحالاته، وكيجي غير راه الشهر كيدي الشهريه ديالهم ويمشي بحالاته. وكانوا العائلات اللي كيشدوهم اهل فاس وهما اللي كانوا شويه ميسورين عندنا فينا، وكنعرفوهم واحد بواحد، وعندنا بجنال الحريشي وكاين بعض الاخوان تيعرفوهم. واخا هذا الموضوع اسمح لنا الاخ مصطفى ما خصناش نهضروا به، ولكن انا قلت لك عايشت هذا المنظر هذا. كيجيو من الشهر للشهر كيدي الشهريه ديال البنت ديالو كيمشي، والمعامله الهلا يوري كتقول كيتعاملوا ما كاينش شي معامله. الا كتجبر كنكونوا حنا جالسين ولا شي حاجه مسكينه كتكون جات تشري عند شي سوسي شي حاجه، كتشوف لها يديها هي عندها 8 سنين ويديها بحال تقول عندها 30 عام ولا 40 عام، غليظه من فوقها بالبرد مسكينه والمرض وهذه. وتنشوفوا حنا فاس تسول كاين اكثريه شارع محمد الخامس، شارع الحسن الثاني، تما الاكثريه الشباب مساكن. الشباب كثر بزاف مساكن، تيغسلوا الدجاج ومساكن تيتسولوا تيبيعوا كلينيكس وهذه، وهذه الظاهرة أمام الملع وأمام شارع ممتاز، وهو شارع الحمد لله دائما عامر بالناس، دكاترة ومهندسين وأطباء ومحامين وقضاة، الناس ترى كل شيء بعينه، فماذا نفعل نحن؟ ولذلك فجيبوا عنا هنا أن فهم عدة أشياء، فإن كل واحد يدخل سوق راسه، كل واحد ضياف ولاده،
واحد يسوق راسه، وهذا هو مشكل باش الشباب ضاعوا مساكن. كنا تنتكلموا نشوفوا ان بالسياره نتاعي نصور داك الحاله ونصيفطها، الاخر يصور الحاله ونصيفطها، غادي نضغطوا والضغط تولد الاراء الناس والصحف تتكلم، وخص اي حاجه نشوفوها نقولوها، وكل شيء الصبر الصبر الصبر. وهنا في الشمال انا تندور ما كاينش داك الظاهره كاع، ما كاينش ظاهره قليله قليله بزاف. اخواني اخواتي افراد مجموعه قدماء جنى الحريشي بن دباب الاسطوري، معكم الحاج امزواغ محمد الاسطوره ديالكم في كازا. اخي مصطفى، هذاك الموضوع، هذا الموضوع اللي ترتي هذه العشيه هذه، موضوع شيق وموضوع مهم بزاف، ولكن التسول راه كان عندنا كما قال دريس المختاري، التسول كان عندنا من قديم الزمان، وكانوا كيستغلوا الاولاد وكيستغلوا. كاين اخويا اللي دعت ضروره الفقر باش يمشي للتسول، وكاين الناس اللي دايرين تسول تجاره، وهذا الشيء هذا راه حنا عشناه. وكما قال الاخ دريس المختاري في التدخل ديالو على 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 الظروف وعلى النسبه الكبيره ديال الظاهره في كازا، راه هذه واحد 4 سنين ولا 5 سنين راه كانوا يسدوا واحد غاردوري كانت عند السيده اوتوريزي من عند الدوله، عطاوها دايره حضانه، وهي كتكري هذوك الوليدات. تصور معايا المراه كتحط ولدها ولا بنتها تما وتمشي للعمل ديالها، كترجع ما كتلقاش بنتها ولا ولدها، كتقول لها راه جات اختي وراه عجبتها ولا عجبها وراه خرجته معاها، انا نعيط لها دابا غتجيبو، وهي راه خرجته كراتو لها بشات كتسعى به. راه هذا الشيء، هذه ظاهره واقعيه في كازا وقعت، والناس اللي كيعرفوا شويه الدار البيضاء، هذيك القنطره اللي كاينه دابا في سيدي معروف، افون داك البون كان فيه واحد الرون بوين، وكان واحد السيد، المهم لا داعي لذكر هذا، كان واحد السيد كيدير لا نافيت من كازا للمطار، كيلاحظ يوميا واحد السيده كتطلب واحد التربيه في هذا اللباس ديالها، لا توني ديالها اللي لابسه باش كتوقف ما كتبدلش ما كتغيرش، انما الوليدات اللي كيتغيروا في يديها، مره شاده بنيتها مره شاده وليد، مره بيض مره كحل مره هذا. اذن هذا الشيء راه كيتكراو هاد الوليدات، هاد الظاهره راه كما قال الاخ خالد الفردوسي دابا، على ان خص داكشي تبلغ عليه، وخص داكشي يتلونس الدوله والبوليس وكذا. هذيك لا غاردوري اللي دار البوليس اللي عاقوا بها، ومشاو لونكيت ومشاو داروا الخدمه ديالهم وداروها. تصور معايا المراه جالسه في الوظيفه ديالها كيعيطوا عليها اجي الكوميساريه، لاش اجي تاخذي ولدك من الكوميساريه، وتصور كي غتكون هذه المراه وكيفاش غادي يكون العقل ديالها وكيفاش الحاله ديالها وكيفاش ولدها خلاته في لا غاردوري تجي تاخذه من الكوميساريه. وهذا هو المنكر، هذا هو المنكر في حق الانسانيه. شكرا للاخوه المتدخلين، وكذلك شكرا للساده والسيدات المستمعين. في هذه اللحظه يحضرني اسم ارتبط بعنايته بالاطفال المتخلى عنهم، انه الاخ الجمعوي خالد اخسي، ربما يكون معنا في الاستماع اذا كان عنده شي مداخله في هذا الموضوع، لان عنده تجربه بحيث كان يعني اسس واحد دار للاطفال المتخلى عنهم بحي مبروكه. اذا كان معنا في الاستماع الرجاء يدلي بالدلو ديالو في هذا الموضوع، شكرا. واتمنى كذلك مداخلات بعض الاساتذه المحامون اللي معنا في هذه المجموعه، واكيد انه كيحسن لنا الشرف انهم يكونوا معنا وكينتميوا لحي جنان الحريشي بن دباب الاسطوري، فاذا كانوا معنا في الاستماع حتى هما يدليو بالدلو ديالهم في المجال القانوني. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، صحيه عطره للجميع اعضاء المجموعه. معكم خالد اخسي، رئيس ديال مركز اولادي لتكوين وادماج الاطفال والشباب. على كل حال الاقتراح اللي انا تصنت واحد المجموعه ديال لي زوديو، فبدلوا بهم مجموعه ديال الاخوان، انا يعني معاهم في كل ما قالوه،
لان هادو الاطفال اللي هما في وضعيه صعبه، والاطفال زعما اللي الخادمات والاطفال اللي زعما ضحايا ديال الشغل بشكل عام. على كل حال يعني التجارب تختلف، و يعني التجارب اللي كانت في الماضي يعني اللي عاشوها الوالدين ديالنا وعاشوها الاجداد ديالنا، هذيك التجارب يعني كانت يعني تطبعها بزاف ديال الانسانيه وديال يعني كان كيتغاي واحد المجموعه ديال المبادئ والاخلاق اللي كانت في ذاك العصر او في ذاك الزمان. بالطبع الزمان كيتغير والوقت كيتغير والمؤسسات كتغير. يعني المغرب ديال 2000 و2020 و2021 ماشي هو المغرب ديال 1956 و1970 و1980 الى حدود كاع حتى 1990. المغرب 2000 هو مغرب يعني تغيرت فيه واحد المجموعه ديال الانماط ديال العيش. بالطبع الدوله كتساير يعني المجتمع الدولي وكتساير واحد المجموعه ديال التطورات دخلت، وهذا اللي كتفرض يعني خلق واحد المجموعه ديال القوانين اللي ولات كتاثر هذه المساله ديال التشغيل ديال الاطفال وديال زعما ديال المحاربه ديال الظاهره ديال التشغيل ديالهم ومحاربه الظاهره ديال الاطفال في وضعيه الشارع والاطفال يعني في وضعيه الصعبه بشكل عام. اذا احنا ما كنعيبوش على الاباء ديالنا والاعمام ديالنا والاجداد ديالنا داك الشيء اللي كانوا كيديروه، لان كما قلت كان كيطغى عليه الجانب الانساني والجانب الديني، نور ما كانوش مطروحين مجموعه المشاكل. وربما حتى واحد الجانب واحد اخر الجانب الاعلام ما كانوش وسائط يعني وسائط ديال التواصل الاجتماعي اللي كتفضح بعض الممارسات واللي زعما سادات في تطور هذا المجتمع وفي نفس الوقت في تقنين مجموعه ديال الخدمات اللي كانت كتقدم. شكرا الأخ خالد أخزي على المداخلة ديالك القيمة. سي خالد، أنت من مؤسسي مركز أولادي لتكوين وإدماج الأطفال والشباب، واش يمكن لك تعطينا بعض المعطيات أو تعطينا نبذة على هذه المؤسسة؟ وشكرا. على كل حال انا انطلاقا من يعني من التجربه ديالي في هذه المؤسسه اللي هي مؤسسه مركز اولادي لتكوين وادماج الاطفال واللي هي مختصه في الاطفال في وضعيه صعبه، حيث ان المؤسسه ديالنا كتستقبل واحد المجموعه ديال الاطفال اللي هما في وضعيه صعبه. عندنا 5 ديال المساعدات الاجتماعيات تابع للتعاون الوطني يعني متخصصين موظفات في المؤسسه، كيستقبلوا يوميا يعني عشرات الاطفال اللي هما ضحايا ديال العنف وضحايا ديال يعني ديال التشغيل وضحايا ديال مجموعه ديال زعما ديال الممارسات اللي ولات دخيله على المجتمع ديالنا. انا كما قلت بحكم يعني واحد مجموعه المتغيرات، وفي نفس الوقت عندنا واحد البرنامج كيتسمى مدرسه الفرصه الثانيه، وهو برنامج للجيل الجديد اللي هو مدرسه هذه المدرسه اللي كتفتح الفرصه امام الدراري يعني في المؤسسه التعليميه وما خداش حقهم من المؤسسات. الوغ كيمكن لهم يتسجلوا كما كنسن ديالهم يعني حتى الى حدود 18 سنه، لان منظمه اليونيسيف او منظمه الامم المتحده يعني في قانون ديال زعما في قانون ديال حقوق الطفل يعني حدات سن القانون للطفل في 18 سنه. الوغ حنا يعني كنفتحوا حنا كمؤسسه وكباقي مجموعه المؤسسات ديال الرعايه الاجتماعيه اللي كاينين في مدينه فاس ولا برا من مدينه فاس يعني في المغرب كامل، فتح الباب للاطفال اللي توصل السن ديالهم حتى 18 سنه باش يمكن لهم يعاودوا يتمدرسوا. وكاين انماط ونظم كثيره في التمدرس يعني اللي كتساير السن ديالهم. شكرا الاخ خالد على هذه المعطيات حول المؤسسه اللي كتهتم بهذه الشريحه من المجتمع. سي خالد، هل انت مع ام ضد تشغيل الاطفال؟ اللي بغيت نقول هو ان يعني انا بالنسبه ليا بالنسبه للتكوين ديالي زعما وحتى السن ديالنا كاملين في الاغلبيه ديال الشباب اللي كاينين في الجروب، يعني لا نتفق الان على اساس ان يكون التشغيل ديال الطفل يعني المكان ديالو الطبيعي هو المؤسسه هو التعليم هو انه يتعلم. ما كاينش شي حاجه سميتها تشغيل، يعني هذا المبدا. في الواقع كاين حوايج اخرى
تمارس. الدولة كدير واحد المجهود كبير لمحاربة الظاهرة ديال تشغيل الأطفال، لأن كما قلت الظاهرة تشغيل الأطفال ولات تاخذ واحد الأبعاد أخرى. أولا كاين استغلال اقتصادي كبير من ديك الوليدات المشغلين سواء في المنازل أو في الورشات ديال التكوين. الدولة الآن دارت واحد مجموعة المراكز ديال التربية وديال التكوين سواء يكونوا تابعين للتعاون الوطني أو تابعين لوزارة التربية الوطنية اللي هما متخصصين في التكوين ديال الوليدات. احنا ما محتاجينش الدري يمشي عند يخدم عند شي ميكانيكي، ما محتاجينش طفله تدخل تخدم في شي بيت وتمارس عليها الطقوس العبوديه من طرف ربات البيوت ومن طرف ارباب البيوت وتمارسوا عليها شيء اخر. للاسف هذا الشيء اللي واقع. اذا كما تيقول نقطعوا العرق ونسيروا للدم، صافي هذا الشيء خصو يوقف. هذا الشيء كان واحد الوقت كان كما قلنا كانت الإنسانية كتغى عليه وكان الجانب الديني كتغى عليه إلى آخره إلى آخره، ولكن دابا هذا الشيء صافي سير خصو يوقف. الدويادات مؤسسات ربما كاين واحد يعني واحد خلل في التواصل، كاين واحد النقص أو لا نقص في التواصل ما بين المؤسسات وما بين المجتمع، حيث مجموعة الناس مازال ما كيعرفوش هذه المؤسسات. ولكن هذه فرصة بحال هذا النوع ديال جروب كيبان فيها الشغل ديال مجموعة المؤسسات. مثلا هنا في فاس كاين واحد مجموعة المؤسسات وفي مختلف التخصصات. الأطفال المتخلى عنهم بالنسبة لنا كيساويو مؤسسات الشرايبي اللي في طريق صفرو. هادو الأطفال اللي كيتخلاو عليهم والديهم، يعني اللي كيرميهم في الزنقات كيتولدو كيترمى في الزنقة هكا. الأطفال فضائية صعبة كاين مركز أهلي في طريق موزار، وكاين مؤسسة ديال المركب الاجتماعي باب الخوخة اللي تغيرت الوضعيه ديالو ما بقاتش الوضعيه السابقه، يعني ولا مؤسسه ولا فيها خمسه ولا مركب خمسه المؤسسات كل مؤسسه بتخصصها. يعني كاين واحد مجموعه ديال المؤسسات فقط. انا قلت غير عدم التواصل ربما المؤسسات، انا ما كنحملش المجتمع لكن كنحمل المؤسسات عدم التواصل ديالها مع الجوانب ديالها وكذا. وكما قلت لكم عاوتاني كاين مؤسسات ديال التربيه والتكوين واللي زعما كاينين في مدينه فاس كامله اللي مش زين المجالس المقاطعات، يعني كل مقاطعة على الأقل كتلقى فيها مؤسسة ولا جوج ديال البرامج ديال التربية غير نظامية لمدرسة فرصة ثانية الجيل الجديد اللي كتهتم بإعادة إدماج الأطفال واليافعين في المؤسسة التعليمية ديالهم، سواء كان الدري يقرا ونقاطع، سواء الدري اللي ظروفه ما مقراش راه كيتدمج، سواء كان عنده الحالة مدنية ما عندوش حالة مدنية، عنده باه عنده مو، هادشي كله هاد الأسئلة ما كنطرحوهاش. الهدف هو أن ديك الوليد اللي مقراش خصو يقرا، وعاد كنفكروا ديك الساعه كتحرك الاداره وكتحرك المساعدين الاجتماعيين اللي في المؤسسه وكيشوفوا وضعيته العائليه واش كاين حاله مدنيه ما كايناش، اذا هل البروسيدير اللي خصها الدار الى اخره الى اخره الى اخره. على كل حال راه كنشكركم، سمحوا لي انا طولت عليكم بزاف ملي تقال في هذا الموضوع، هذا موضوع شائك وهذا ما بغيتش ندخل تفاصيله زعما الممله بزاف، ما بغيتش نستعرض زعما واحد مجموعة ديال الأنشطة وكذا، ما بغيتش نستعرضها اللي كتسمى زعما اللي كيستافدوا من هاد الوليدات هادي. أنا اللي كنقول على أن المؤسسات اللي كاينين دابا دايرهم الدولة في يعني في مختلف المقاطعات راهم مؤسسات عندهم إيجابيتهم ويمكن لهم يستوعبوا الوليدات اللي هما في هاد الوضعية اللي كتكلموا عليهم. شكرا سيدي خالد. سؤال أخير، واش بالنسبة للمؤسسة ديالكم مركز أولادي كتستقبل حتى الاطفال المتخلى عنهم؟ احنا دائما كنهضروا في الاطفال في وضعيه صعبه، اما الاطفال المتخلى عنهم راه ما هما الاطفال زعما باش تعرفوا التسميه، الاطفال المتخلى عنهم هما الاطفال اللي كيتحطوا في الشارع اولا اللي كتولدوا مثلا مول شي ظروف الله يحسن العام وكتخليه في السبيطار ولا شي حاجه، هذوك كيتسمى متخلى عنهم. هذوك المؤسسه ديالهم من الديبار من السبيطار كيمشي للمؤسسه، ولكن الاطفال اللي هما في الشارع اما خرجوا ضحايا الهدر المدرسيه اولا زعما ضحايا اي شكل من الاشكال العنف الممارسه ضد الاطفال، راهم كاين مؤسسات اللي كتحتويهم وزعما اللي ممكن تحتويهم، فقط خصها شويه ديال التواصل وهذا. اما عمليه التشغيل وكذا فانا ارفض تماما زعما الصراحه هي هذه، انطلاقا مما نمارسه ومما عشناه ومما نسمعه نرفض رفضا تاما ظاهره ديال التشغيل الاطفال زعما الصراحه هي هذه. الاطفال خصهم يقراو او يديروا التكوين المهني، حط لهنا جوج الحويجات. حنا رحنا والدينا شوفوا ماشي زعما شي والدين اللي كانوا عندهم فلوس كانوا كيخدموا كيوكلونا. انا مثلا الظاهره ديال التسول بالاطفال ظاهره زعما غير متفق عليها، المراه كتشد وليد وتما خارجه به الزنقه، ما خرجي اختي انت وخلي الدري على برا في دارهم ولا خلي عند جارتك ولا شوف شي حل. ولكن باش نستجدي بداك الطفل النعمه من عند وحده اخرى ماشي صحيحه، بل كاين الاكثر من هذا كاين اللي كيكريوهم دابا ويخرجوا يساو بهم.
هذا هو، هذه يعني عملية يجرمها القانون. شكرا الأخ خالد أخسي على هذه المعلومات اللي فتينا بها صراحة، والمستمعين كذلك، فلك منا كل احترام والتقدير، وشكرا لأنك كتنضم لهذه المجموعة اللي هي مجموعة قدماء حجنا الحريشي بن دباب الأسطوري، وأنت واحد من الأشخاص الذين نفخر بهم ونعتز بصداقتهم. شكرا الأخ أخسي. شكرا سامع. والشكر موصول أيضا لكل المتدخلين في الجزء الثاني من هذه الحلقة. فاصل ونواصل.